بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذه الليلة صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة أخرى أشد صعوبة من سابقتها، وهي تستحق أن تكون في الامتحان. أظن أن كتابكم موران يا وضعها مثال يا إنها في الأسئلة، وكذلك مفيدة لبقية الطلاب الذين يدرسون من مصادر أخرى. نتوكل على الله يا شباب وندرس بهداوة، لأن فيها كذا مفهوم جديد ما درسناكم إياه عشان ما نثقل عليكم، فالتطبيق هنا بيكون جيد ممتاز. يقول لك a rigid tank is divided into two equal parts by a partition. ولاحظ اني كل شيء مهم انا لما امتحن زيك جايب معاي فلوماستر اصفر اللي هو الهايلايتر، واحط بالاصفر على الاشياء المهمة، فاذا تبغى تسوي زيي والله تستفيد ان شاء الله تعالى. قال لي two equal parts، على طول حطيت عليها بالاصفر، وهذه الرسمة ما قصر، رسمها لي وحدد لي حتى السيستم هو، ورسم لي هنا قال لي إن هذا بارتيشن وهذا إيفاكويتد سبيس يعني زيرو بريشر، وقال لي إن هنا الموية، وأعطاني الماس هنا بكم، بخمسة كيلو جرام. شايف كيف initially one side of the tank contains 5 kilograms of water عند 20 bar، يعني اللي هو 2000 kilopascal وعشرين درجة مئوية، والأذر سايد إز إيفاكويتد. جميل جدا، 5 kilos 20 bar ما شاء الله، يعني ضغط عالي اللي هو تقريبا 2 mega pascal أو 2000 kilopascal. طيب the partition is then removed، تم إزالة البارتيشن، and the water expands into the entire tank. The water expands، يتمدد. لكن الرجل ودي لو قال it expands abruptly، يعني لما أنت تبعد الغشاء أو البارتيشن هنا، فالموية اللي هنا حتطير بكل قوة، ويشبه بذلك البيبسي أو الكوكا كولا لما تفك الغطاء الخاص بالقنينة، إيش يحصل في السائل وهي تحت ضغط طبعا، يحصل هنا نفس الشيء، والعملية هنا بتكون نان إكوليبريم بروسيس. شايف كيف؟ لأنه اندفاع مفاجئ من ضغط عالي جدا إلى زيرو، ويأخذ السيستم وقت لحد ما يرجع إلى الوضع الإكوليبريم النهائي. وهو قال لك هنا، قال لك الووتر أعطيناه وقت to exchange heat with the surrounding لحد ما رجعت حرارة السيستم كله الجديد اللي الآن أصبح الفوليوم حقه ضعف تقريبا، بل هو كذلك رجعت أصبحت الحرارة 20 درجة مئوية مثلها مثل الانيشيال فاليو. إذن الستيت الأولى كانت ستيت أندر إكوليبريم، الموية كلها أندر 20 بار والحرارة كلها أندر 20 درجة مئوية، ثم حصلت النون إكوليبريم بروسيس فلا تستطيع أن تعمل الثيرموداينامكس أي شيء هنا، وانتظرنا لحد ما وضعت العملية أوزارها، وأصبح البريشر إز يونيفورم والحرارة إز يونيفورم، وأعطانا كم الحرارة كانت ب 20 درجة مئوية. ثم سألنا مجموعة من الأسئلة، قال لي أول شيء what is the volume of the tank كله على بعضه، بعدين قال لي the final pressure كم بيكون اللي هو B2، بعدين the heat transfer for this process. طيب أنا والله مسألة حقيقة أحس أنها شوية صعبة بالنسبة لي، أنا طالب زيكم مسكين، لكن نبدأ على مهلنا حبة بحبة، يعني أقل شيء مثل هذه المسألة نبدأ. إيش رأيكم نثبت الستيت، ستيت 1 يعني إحنا مع نبغى نعرف إيش معطى لنا. والله أعطاني 20 درجة مئوية وأعطاني البريشر ب 20 بار، أني أشوف أي ريجون أنا اللي عندي أنا الآن 20 مئوي أهو، أقدر أرسمها بهذه الطريقة، وأحتاج أيضا أني أحدد ضغط التشبع الخاص بال 20 مئوي، فأروح إلى الـ A2 يا شباب اللي هو Saturated Liquid Vapor Table، ولكن بالمدخل الخاص بالحرارة أمشي لحد 19، ما ينفع أجي لحد 20، أحصل هنا أنه بالبار 0.2339 أضرب في 100 عشان يصير بكيلو باسكال، يعني 2.339. يا ترى هل أنا حاط هذه النتيجة؟ ممتاز جدا، أنا قاعد أصحح لنفسي لأني حليت المسألة هذه من قديم، يمكن من 4 سنوات، ويمكن ما راجعتها مراجعة مضبوطة. ممتاز جدا. طيب الآن البريشر الخاص بنا هو 20 بار اللي هو 2000 كيلو باسكال، 2000 كيلو باسكال أكبر من ضغط التشبع ولا أقل يا شباب؟ أكبر،
هذا هو التقاطع هنا، وبالتالي it's a compressed liquid، معناته احنا في الكومبرست ريكويد ريجن. ما اني انا حددت الريجن الان، هو بدت شويه تنفك طلاسم المساله عندي. يعني عشان اجيب في 1 اللي طلبها مني، اتذكر انا ان الحجم يساوي الماس فيش في السبيسيفيك فوليوم. الماس ما قصر، اعطاني اياه ب 5 كيلو جرام. يا ترى اقدر اجيب السبيسيفيك فوليوم؟ وما الذي يمنعني يا شباب؟ مش انا خلاص في الكومبرست ريجن الا يا دكتور؟ بس المشكله انه البريشر اللي اعطانا هنا 20 بار او 2 ميجا باسكال، ولما رحنا للجداول حقت الكومبرست اللي هي A5 وجدنا ان هذا الضغط اقل من ايش، او خارج نطاق الكومبرست ليكويد داتا. طيب انا علمتكم طريقه اخرى، وقلنا في ابروكسيميشن اسمه الساتوريتد ليكويد ابروكسيميشن، وقلنا بان هذا التقريب يستخدم في مثل هذه الحالات بالضبط. احنا مش هنا في الكومبرست ليكويد ريجن الا يا استاذ. طيب قلنا انه بامكاننا ان احنا نقرب الداتا التي هنا ات ستيت 1 سواء كانت في 1 او يو 1 او اتش 1، نقربها بانها تساوي الساتوريتد ليكويد داتا ات ذا جيفن تمبريتشر. يعني V1 هنا اللي انت تبغاه تقدر تقول انه saturated liquid specific volume at 20 degrees Celsius. من فين تجيبه؟ من هنا اهو، تروح تدخل على saturated liquid vapor table، المدخل بالحرارة اللي هو A2، تمشي لهنا 19 تروح الى 20 اهو. اذا هذا العمود الخاص بالبريشر، وهذا العمود الخاص بال VF اللي هو 1.0018 مضروب في 10 to the minus 3، يعني بعد الفاصلة صفرين 1.0018. خلينا نشوف ايش حطينا هنا. ممتاز جدا، صفرين 1.0018 متر تكعيب لكل كيلوغرام. هذا اسمه يا شباب الساتوريتد ليكويد ابروكسيميشن، لازم تضبطونه. الخطوة اللي بعدها خلاص احنا جاهزين، اضرب الماس 5 كيلوغرام في ال VF هنا، يطلع لك ان الحجم هنا قبل عملية يعني ذهاب البارتيشن 0.005 متر تكعيب. ولان الراجل ايضا في النهاية طالبني الهيت ترانسفير، فانا بحاجة اني اجيب ال U1 اوكي، فابغى نجيب ال U1 بنفس الطريقة باستخدام نفس الابروكسيميشن اللي هو specific internal energy at this state can be approximated as specific internal energy عند saturated liquid point او state at the given temperature اللي هي 20. كيف اجيبها؟ على طول الان اروح الى حرارة 20، هذا عمود الضغط، وهذا عمود ال VF، هذا عمود ال VG، وهذا عمود ال U 83.95. اهو جبناها 83.95 زي ما انتم شايفين هنا. طيب كذا اكون انا خلصت الحمد لله ستيت 1. نجي لستيت 2 الان، هو يبغى الفاينل بريشر اللي هو B2، ولهذا احتاج اني اثبت الستيت. عشان اثبت الستيت ابغى اشوف ايش الداتا او المعطيات اللي عندي. حاليا ما اعرف الا انه ال 20 درجه مئويه هي الفاينل اكوليبريم تمبريتشر، ولهذا احتاج منكم انكم تجيبون لي another property، وهذه اصعب نقطة في المسألة كلها. كيف نجيب او ما هي المعلومات التي لدينا at state 2؟ ما هو الشيء المعطى؟ وان لم يكن هناك شيء معطى فما هو الشيء الذي لم يتغير مثلا؟ والله اذا جيتوا يعني تفكرون، الماس لم تتغير، 5 كيلو جرام في البداية و5 كيلو جرام في النهاية. طيب وبعدين؟ والحجم إذا تذكرون حطينا باللون الأصفر هنا 2 equal parts، يعني V1 حيساوي V2. بما أني جبت V1 هنا فأقدر أنا أجيب الحجم النهائي إنه ضعفي الحجم الابتدائي. تمام؟ تمام. إذا بما أني أقدر أجيب التوتال فوليوم at state 2 والماس معروفة، فإن specific volume which is a very nice property أقدر أجيبها بدلالة V2 على الماس، و V2 حيساوي twice V1. twice V1 اضرب 2 في 0.005 يطلع لك 0.01 على 5. هذا هو specific volume at state 2. الآن نحتاج أن نثبت state 2، وبما أن الحرارة معطاة عندي اللي هي 20 مئوي واعطاني specific volume، فاحتاج أني أجيب ال VF وال VG عشان أشوف هل أنا جوا saturated region ولا برا. VF هنا اعطاني اياه من اول او انا جبته اللي هو صفرين 118. تمام،
ولو رحت أنا وياكم هنا في جدول A2 عند العشرين ضغط VF VG هذا هو 57.791 أهو طالع يا شباب 57.791 إذن واضح تماما أن الـ V2 الآن محصور ما بين 57.791 اللي هو VG وأكبر من الـ VF إذن نقول ونحن واثقون we are in the saturated liquid vapor region يعني saturated liquid vapor mixture وبالتالي أقدر أجيب البريشر هنا اللي هو B2 B2 حيساوي إيش؟ حيساوي B sat of this temperature اللي هو جبناه من البداية 2.339 كيلو باسكال which is very low. الآن أبغى أجيب إيش؟ الكواليتي هنا كيف أجيبها؟ بسيطة يا دكتور هذه بما أن الـ V2 معطى لنا خلاص الـ V2.002 حيساوي الـ VF اللي هو هذا زائد X2 مضروبا في الفرق ما بين الـ VG والـ V2 وهذا هو التعويض ونقدر نجيب الكواليتي ما أنها صغيرة جدا يا شباب الـ X2 معنى ذلك أن كمية الفيبر قليل جدا جدا يعني almost أن اللي موجود هنا كله موية بما أنها صغيرة يا شباب فمعنات وين إحنا؟ إحنا في هذا المكان أوكي؟ يعني almost it is liquid. طيب أنا بحاجة أني أجيب اليو تو بما أنني ما زلت داخل saturated liquid region أطبق أجيب اليو اف at this location ومن فين أجيبه أهي أروح إلى درجة 20 مئوي وهذا اليو اف 83.95 وهذه اليو جي ولازم أطرح الثنتين من بعض عشان أعوضها هنا أهو 2402.9 ناقص 83.95 تضربها في الكواليتي الصغيرة هذه وتضيفها إلى يو اف يطلع لك أن الانترنال انرجي at state 2 هنا almost زي الانترنال انرجي الخاصة بالساتوريتد ليكويد ستيت هنا تفرق عنها كم 0.04 من المية. الآن أبغاك ترسم لي البروسيس لاين. إذا جينا أنا وياك ترسم البروسيس لاين لازم ترسمه له منقط والسؤال الآن لماذا؟ السبب في ذلك إنها abrupt expansion تمدد مفاجئ والتمدد المفاجئ معروف عنه it's an equilibrium process. ماذا أيضا؟ طلب أنا في الأخير الهيت ترانسفير. الهيت ترانسفير نجيبهم على طول من الانرجي بالانس والورك بكم يا أخوان؟ حد يقدر يجيب لنا الورك؟ الورك حيساوي صفر يا شباب. ليش؟ لأنه لما تمدد الماء هنا وكان عنده ضغط ما كان في سيرفس يقاومه بحيث نحن نستفيد من الطاقة هنا طاقة البريشر يسمونه فري إكسبانشن تمدد حر فلم يحصل شغل وبالتالي يساوي زيرو. خاطر الكلام هذا إكسبانشن against the vacuum involves no work and thus no energy transfer لأنه no force against the expanding gas. عوض يا حبيبي الماس بخمسة كيلو جرام يو 2 النهائية هنا ب 83.99 ماينس يو 1 الابتدائية إذا تذكر جبناه هنا ب 83.95 يطلع مقدار الهيت ترانسفير 0.2 كيلو جول وبما أنها موجبة معناته إيش أنها دخلت في السيستم لكن ما هي كثيرة مجرد 200 جول. المسألة هذه جديدة عليكم ويجيبونها بعض المدرسين في الامتحانات ونسميها البارتيشن بروبلمز بارتيشن بروبلمز هذه ودي أنكم تركزون عليها. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.